السلام عليكم. فرجاني ساسي يغادر المؤتمر الصحفي لإصرار الصحفيين أو بعض الصحفيين على التحدث باللغة الإنجليزية أو الفرنسية، وهو أصر على التحدث باللغة العربية. ألف مبروك لجمهور تونس ولكل شعب تونس العزيز، وألف مبروك لمنتخب تونس صعوده لنصف نهائي كأس أمم أفريقيا مصر 2019. أهلا بيكم في بلدكم التاني. تونس النهاردة عملت مباراة رائعة 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 أمام مدغشقر، اللي أنا يعني حزين على خروج مدغشقر، لأن بصراحة عملوا مجهود جبار لأول مرة يدخلوا كأس أمم أفريقيا ويخرجوا من دور الثمانية. هم الحصان الأسود لهذه البطولة، وأنا شايف كمان إن لو ينفع بعد كده الفيفا أو الاتحاد الأفريقي يعمل جايزة معينة للحصان الأسود في البطولة، اللي هو أحسن فرقة عملت أداء بغض النظر عن ان هي صعدت او ما صعدتش، يا ريت يتعمل ونديه لفرق زي مدغشقر، فرق زي البيرو، يعني حاجه غير المراكز. يعني مثلا بيرو في كاس كوبا امريكا لما خسرت قدام البرازيل في النهائي خدت مركز تاني، او خدت ميداليات وكده. لا، انا عايز يعني كاس او بطوله تانيه تتعمل للعيبه او الفرق والمنتخبات اللي عملت يعني حاجه غير متوقعه او شيء غير متوقع. يعني مثلا زي اياكس امستردام في الشامبيونز ليج عملت شيء خرافي بمنتخب عبارة عن شباب دخلوا ووصلوا نص النهائي، ده اديله جايزة لوحده اسمها جايزة الحصان الأسود للبطولة مثلا. يعني أنا وجهة نظري إن نفسي في يوم من الأيام ده يحصل. يعني طبعا ما أعرفش أقدر أوصل صوتي لمين، بس يمكن في يوم من الأيام أقدر أوصل صوتي لحد إن شاء الله. يعني المهم يا جماعة، برغم إن تونس في دور المجموعات معظم الناس وأقوى المحللين في العالم ما توقعوش أصلا عفوا ما توقعوش أصلا إن هي تصعد من المجموعات، لان هي في اول مباراة عدلت وكان الاداء وحش جدا، تاني مباراة عدلت وكان الاداء وحش جدا، تالت مباراة عدلت وكان الاداء سيء جدا. وصلت تونس بمعجزة الهية لدور الستاشر، لكن بعد ما وصلت لدور الستاشر وتعادلت تاني وصعدت ضربات الجزاء، اثبتت تونس النهاردة للعالم كله ان هي جديرة بان هي توصل لنصف النهائي، بل والنهائي باذن الله. وان شاء الله نتمنى ان النهائي يكون عربي خالص ما بين الجزائر وما بين تونس، وكل الجماهير المصرية ان شاء الله تروح تحضر الماتش وتشجع اخواتنا الجزائريين والتوانسة في بلدهم التاني مصر. تونس النهاردة لقنت مدغشقر درس قاسي. مدغشقر اللي كسبت نيجيريا اللي صعدت نصف النهائي وكانت عاملة عليها مباراة ولا احلى ولا اروع تسجل في التاريخ، وكانت أن تهزم نيجيريا بأكثر من الأهداف اللي جابوها فيهم، قدرت تونس النهاردة تروض مدغشقر وتحرز 3 أهداف لتصعد لنصف النهائي. الفرجاني ساسي النهاردة هو أحسن لاعب في المباراة، على عكس المباراة السابقة اللي كل الناس ومعظم المحللين كانوا بيقولوا إن فرجاني ساسي كان عنده أحسن من كده وما لعبش كويس ولا قدر إن هو يلعب حلو في المباراة اللي فاتت. قدر فرجاني ساسي النهاردة إنه يرد على كل المشككين فيه وياخد رجل المباراة في مباراة تونس ومدغشقر في دور الثمانية في كأس الأمم الأفريقية مصر 2019. ايه الدروس المستفادة اللي ممكن منتخب مصر او لاعيبة منتخب مصر تستفاد منها من مباراة تونس ومباراة الجزائر وصعودهم لنصف النهائي بره ارضهم؟ الدروس هي رقم واحد الرجولة، ان احنا واحنا بنلعب على ارضنا وسط جمهورنا وسط بلدنا والله اقل حاجة نخلي عندنا دم وما نكسفش الناس اللي جاية تشجعنا، ما نكسفش بلدنا قدام العالم. عيب، انا بلعب باسم مصر، كلمة بلعب باسم مصر دي وحياة ربنا كلمة تقيلة قوي، كلمة قوية. انت عارف يعني ايه انت لابس تيشيرت، يعني معلش بس 11 لعيب في ارض الملعب، انت من وسط ال 100 مليون مواطن تم اختيارك من ال 11 اللي بيلعبوا انك تمثل بلدك مصر. اقسم بالله اقسم بالله اللعيبة لو فكروا في الكلام اللي بقوله ده حرفيا بالمعنى الحرفي ده وحسوه من جوه، هينزل ياكل النجيله، مش هيسمح انه يخسر اصلا، ولو لاخر نفس هيجري يجري ويروح على وشه. بص مش هيسمح، مش والله العظيم ما هيسمح، ولكل مجتهد النصيب. هم لعيبه منتخب مصر ما اجتهدوش، هو ربنا بيدي المجتهد من الاخر. يعني ربنا في الحاجات دي ما فيهاش 1+1=2، انت اجتهدت هديك، لكل مجتهد النصيب، على قد اجتهادك هديك. انت عملت ايه بقى؟ رحت صورت اعلانات لا ومش اعلان واحد، يعني يا عم ربنا الرازق ربنا يرزقهم يا رب، مالناش دعوه بحد، ربنا يزيدهم ويرزقهم لعيبه منتخب مصر، احنا مالناش دعوه. بس على الاقل مفيش حد
في المنظومة الرياضية في مصر أثر معاكوا كمنتخب مصر في حاجة؟ في الشكوى بقى أظن المرة دي مفيش أي شكوى، كل حاجة وكل سبل الراحة متيسرة لك، من فنادق إقامة ومن انتقالات ومن استادات ومن كل حاجة، الدولة وفرت للعيبة منتخب مصر كل حاجة. خسرت ليه؟ أقسم بالله نفسي ألاقي مبرر للعيبة منتخب مصر أو منتخب مصر، خسرتوا إزاي يا جدعان؟ إزاي؟ والله إزاي جالكوا قلب تخسروا؟ وبعد ما تخسروا نلاقي إعلام متسرب إن أنتوا طالعين تعتذروا، يقول لك أصل الإعلان ده متصور قبل البطولة. والله ده أسوأ، ده يشلني أكتر. يعني أنت كل ده وقبل البطولة رايح تصور إعلان تشوف هتعتذر إزاي للناس لما تخسر؟ يا جدع عيب، أقسم بالله عيب، عيب وحياة ربنا يا جماعة، والله عيب. إحنا المفروض يجي اتحاد كورة جديد إن شاء الله، يجيب بقيادات كويسة كده، والله العظيم أول قرار عارف اللي هو يروح ماسك ورقة وقلم كده ولاعيبة كده في منتخب مصر معانا يشطبهم، والله العظيم عايز واحد جريء كده، تك 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 تك، أنا هصفي منتخب مصر على خمس ست لعيبة وأعيده من الأول بقى. انتوا عايزين كده اقسم بالله، انتوا عايزين حد يجي اقسم بالله في منتخب مصر كده، في منتخب مصر عايزين حد كده يجي بص واقف كده اقسم بالله يخليكم تعملوا تمارين الصباح كل يوم، يخليكم عايز اقول لك ايه، اقول لك ايه طيب، يخليكم تدربوا تدريب صعقه عشان تسترجلوا شويه، وحياه ربنا مش عارف اقول لكم ايه والله العظيم، مش عارف والله. انا لما بشوف تونس والجزائر والله بفرح لتونس والجزائر، بس بحزن 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 ان انتوا كلاعيبه منتخب مصر كسفتونا اقسم بالله، والله العظيم كسفتونا. ليه طيب؟ ليه؟ استفدتوا ايه؟ على العموم الف مبروك لمنتخب تونس والف مبروك لمنتخب الجزائر، معلش والله صدعتكم، والله بجد من كل قلبي وحياة ربنا فرحنا جدا كمصريين المنتخب الجزائر ومنتخب تونس، والناس احتفلت في القهاوي اصلا وقامت نططت وبتاع، حتى في مباراة نيجيريا وجنوب افريقيا امبارح انا كنت حاضر، نيجيريا تجيب جون نقوم نهيص نقول ايه اوه نيجيريا، جنوب افريقيا تجيب جون نقول اوه جنوب افريقيا، والله العظيم احنا شعب زي العسل وشعب زي الفل، وان شاء الله باذن الله ربنا يكرمنا يا رب، والايام اللي جايه ان شاء الله احلى وزي الفل، والحمد لله يعني نتفائل بالخير باذن الله، وان شاء الله المنتخب هيتحسن وهيجي ناس في المنتخب او اتحاد كوره كويس وجينا مدرب كويس، اتمنى المدرب اللي يجي يكون مصري كده، مصري وطني كده، نفسي حسام حسن يجي اقسم بالله، شوف حسام حسن يجي كده اللعيب اللي خد يلا كده، والله العظيم ان شاء الله الدنيا تبقى احلى باذن الله، والايام اللي جايه تبقى احلى ان شاء الله، و بغض النظر والله العظيم عن اي حاجه في كلمه الحق بقولهم في الاخر وحياه ربنا بجد، وهفضل اقولهم لغايه ما البطوله تخلص وبعد البطوله بجد، والله العظيم انا فخور بالتنظيم اللي حصل، انا ليا بقول لكم اصدقاء من تونس ومن الجزائر ومن المغرب ومن السعوديه ومن كل حته، نظرا لشغلي كمحلل والكلام ده كله بجانب الهندسه، فناس بتتابعني واصدقاء مع بعض، انا والله العظيم بجد انا فعلا فخور بالاحتفال اللي اتعمل بالتنظيم اللي اتعمل، يعني عارف انت يا جدعان انا مصري اقسم بالله، اللي بيحصل في الكلام ده بلدي، يعني الاحتفالات اللي بتحصل اللي عامله زي كاس العالم دي والجو المبهج والاستاد اللي انا رحته امبارح اقسم بالله بقى تحفه، بقى استاد اوروبي اصلا، ونظام التذاكر والتيكتس على النت بقى وباشا كده وتحس ان انت اجنبي في نفسك كده، والله انا كنت مبسوط جدا، بغض النظر يعني عن الحزن المنتقع عنه لنا، بس اتمنى المنظومه دي تفضل زي ما هي باذن الله باذن الله باذن الله، وتكمل المنظومه دي وتذكرتي تفضل زي ما هي، علشان عايزين نحجز ماتشات بقى الاهلي والزمالك، وان شاء الله لما نشوف بس الجماهير ترجع امتى باذن الله نبدا بقى نحجز اهلي وزمالك وبيراميدز والحاجات دي كده، ونروح الاستاد كده على الرايق كده وحاجز على النت وباشا ومعاك علم فرقتك وتروح تشجع، الدنيا زي الفل اقسم بالله، ان شاء الله خير باذن الله، تفائلوا بالخير تجدوه، كان معكم اخوكم عمرو عاطف من قناه مهندس كوره مؤقتا لان انا ان شاء الله ناوي اغير اسمها، السلام عليكم.